شفتي ازاي بقى يعني لو هنتكلم عن الصورة جميلة جدا لاستقبال نانسي بلوسي رئيس الكونغرس الأمريكي، كلامها كمان الإيجابي جدا في المؤتمر، وكلام عن العلاقات أو الأهمية الكبيرة اللي بتوليها الولايات المتحدة الأمريكية أكيد للعلاقات مع مصر، وكمان تواجد الرئيس الأمريكي بايدن وحضوره للمؤتمر أكيد حاجة عظيمة جدا، أكيد حاجة مهمة جدا، أكيد بتدل على الأهمية الكبيرة لمصر. اكيد. بصي الصوره كلها على بعضها الحقيقه صوره مشرفه جدا. يمكن الحديث يعني تحديدا عن امريكا وحضور الرئيس الامريكي، واللقطه اللي انت ذكرتيها دي تحديدا يمكن احنا شفناها سواء على مستوى الحديث السياسي او حتى على مستوى الشكل الودي اللي طلعت بيه مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه ده بيظهر صوره برضو يعني الحقيقه مشرفه جدا لمصر، وبيظهر برضو مصر بالثقل بتاعها اللي احنا متعودين عليه. ويمكن حديث كمان الرئيس الامريكي، يعني احنا شفنا ان هو سبورتد جدا او داعم جدا للقضايا المصريه بقى فيما يخص قضايا المياه، فيما يخص ايضا قضايا الخاصه بالاستثمار وجذب الاستثمار ايضا. يمكن شفنا رسائل كثير او رسائل مصر للعالم من خلال مؤتمر قمه المناخ، كان في رسائل كثير ورسائل واضحه، لكن كان ابرز الرسائل دي واوضحها انه ده وقت الاهتمام بكوكب الارض، أكيد ده مش وقت الصراعات ولا وقت الحروب، لازم كلنا نكون إيد واحدة عشان نهتم بكوكب الأرض. يمكن ده اللي انا بدات بيه حديثي، اللي انا قلت انه يعني فكره استضافتنا في حد ذاتها للمؤتمر في ظل الصراعات والحروب اللي موجوده، في ظل الازمات الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم، في ظل ايضا انتشار ازمه زي ازمه كورونا الصحيه يعني اللي بتجتاح العالم للسنه اعتقد الرابعه حاليا، شايفه انه ده الحقيقه شيء يعني عظيم جدا جدا. ويمكن كمان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن تطرق امبارح في يعني في كلمته مع الرئيس الامريكي لفكره كمان حقوق الانسان، استراتيجيه مصر اللي احنا عملناها لحقوق الانسان، فشايفه انه الامور دي كلها الحقيقه يعني مهمه جدا، يعني بتدعم الدور اللي مصر فعلا بتقوم بيه على مدار تاريخها الريادي، ويمكن في الفتره دي بشكل يعني بشكل باين جدا للعالم كله سواء بشكل مباشر او غير مباشر زي ما كنت بقول لك. مؤتمر زي ده في اللحظة دي شايفة انه ده من ضمن أدوات القوة الناعمة الحقيقة اللي يعني بتخدم جدا جدا على الدور الريادي المصري.